أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يقول أحد شيوخ الصوفية: لا بأس بالاختلاف في العقيدة لاختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهذا القول صحيح؟ وكيف الرد عليه؟ هل ابن عباس وعائشة اختلفوا في العقيدة؟ اختلفوا في أسماء الله وصفاته وفي توحيده وعبادته؟ ما اختلفوا، إنما اختلفوا في مسألة، في مسألة فرعية لا تمس. هم يؤمنون بالرؤية، برؤية الله عز وجل في الجنة، ما خالفوا فيها، وإنما الاختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينه كما يقول ابن عباس أو لا كما تقوله عائشة. والحق ما قالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه ويقينه عليه الصلاة والسلام. وهو سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني كيف أراه وحجابه النور؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.